صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه أمر ملكي رقم 35 لسنة 2021 بدعوة مجلسي الشورى والنواب للإنعقاد وجاء في المادة الأولى من الأمر الملكي أنه يدعى كل من مجلسي الشورى والنواب للاجتماع عصر يوم الأحد العاشر من شهر أكتوبر 2021 لافتتاح دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الخامس